صباح الفل عليك يا منة، وصباح الفل على حركة كلكم. وكل الناس ربما دلوقتي شايفة اللي بيحصل في أجواء الامتحانات، خصوصا أولادنا اللي في الثانوية العامة اللي امتحاناتهم خلاص على الأبواب. ربما ودعنا بالأمس القريب أبنائنا في الإعدادية، ودلوقتي تحديدا بيكون في حالة كبيرة جدا من الطوارئ في كل البيوت اللي فيها ثانوية عامة. الأسر بتحاول توفر كل الأجواء المناسبة لأولادنا في المذاكرة، توفر كل العوامل اللي تساعدهم على التركيز وعلى الهدوء. الأم بالذات طبعا عليها مسؤولية كبيرة، هي اللي تعبانة وشقيانة وشايلة المسؤولية أكتر من ابنها اللي عنده امتحانات، ودايما هي اللي بتبقى عندها ما يعرف بمتلازمة القلق في الامتحانات. والله هي مش قصة متلازمة قلق بس، هي بيبقى عليها المجهود الأكبر. يعني الولاد بتذاكر وهي بتلخص، وبعدين تلخص التلخيص، وبعدين تلخص التلخيص اللي عملته علشان تدي الكلمتين اللي بندعي ربنا انهم يجوا في الامتحان في مخ الولد ويوصل بيهم لجنة الامتحان اللي هي بنبقى واقفين نقولهم تحت الامتحان. صحيح. الأم بتبقى شايلة مسؤولية كبيرة جدا في الأيام دي، التركيز الأكتر بيكون يعني ساعات بيقلب لضده زي ما بنقول، وممكن يخلق حالة من القلق والتوتر، وده ممكن يجيب نتيجة عكسية. ربنا يبعد عنكم كلكم. أعتقد لازم نقلل شوية من فكرة الضغط اللي بتكون موجودة على الطلاب اللي بيمتحنوا، ولازم يعني كل واحد يكون عنده قناعة بأنه مش مطلوب منه غير أنه يجتهد ويشتغل ويعمل اللي عليه، لأن اللي بيجتهد وبيعمل اللي عليه أكيد ربنا هيكافئه وهيجازيه. أنا وأنا بقولك متلازمة القلق الامتحانات ده حقيقي. يعني أنا لما كتبت على جوجل قبل ما أخش لقيت إن في متلازمة نفسية اسمها متلازمة القلق عن الامتحانات. كلمة حقيقية؟ ده حقيقية، دي مش حاجة مجازية. ده عندها فيها أعراض كمان، زيادة ضربات القلب، جفاف الفم، اضطرابات أثناء النوم، أحلام وكوابيس. ده اللي عند الأم ولا اللي عند الامتحان؟ أكيد عند الابن بشكل أكبر، لأن الابن هو اللي بيمتحن. ما أعتقدش والله يا مصطفى، لا أعتقد ده يبقى عند الأم. الولاد لا، بتبقى ولادك لسه صغيرين. على الله يعني. ولادك لسه صغيرين. بس على أي حال متلازمة القلق الامتحانات دي اضطراب نفسي حقيقي، مش هنقول إن هو مرض نفسي، بيسموه اضطراب نفسي موسمي، ليه علاقة بموسم الامتحانات، بيجي عند ناس كتير وبيسبب بشكل كبير جدا حالة من التوتر. التوتر ده بيقلل تركيز أولادنا في المذاكرة، بيقلل تحصيلهم الدراسي. الطالب بيحس إن هو مش قادر يجمع المادة، مش قادر يفتكر اللي ذكره قبل كده، بيقولوا نسي كل اللي درسه. عشان كده مهم جدا دور الأسرة في هذا الموقف، إن هي تبعد أي رسائل سلبية عن الطالب، توفر جو إيجابي ملائم للمذاكرة. في نفس الوقت الطالب لازم ينظم أوقاته، يخلي عنده وقت كويس جدا للمذاكرة، وقت كافي للنوم، والنوم مهم جدا، وقت للراحة، علشان لما جسمه يبقى مستريح هيعرف تبقى كل جوارحه مستعدة ان هي تجاوب كويس وتفتكر كل الإجابات كويس، يكون عنده ذوق ويكون عنده ضمير علشان الناس اللي قاعدة وراه دول شقيانين وقاعدين عمالين يجهزوه، يعني تعبهم هما كمان ما يروحش على الفاضي. سؤالنا النهاردة، القلق والتوتر قبل الامتحانات بيعملوا مشاكل، احكي لنا على موقف حصل معاك وقول لنا ازاي الطلاب بيستعدوا للامتحانات او الناس اللي حواليك بيستعدوا للامتحانات. قول لنا موقف حصل معاك. لا كتير، انا يعني الثانوية العامة طبعا كلها كانت بالنسبة لنا هي موسم القلق. انا كنت اول سنة تبقى سنتين في الثانوية العامة، اول سنة خالص، فطبعا احنا كانوا بيجربوا فينا، وكان نفس الكلام اول سنه خمسه ابتدائي. انا جيل كده برضو ايه يعني خدنا شويه تجارب حلوه، فطبعا كان الموضوع فيه قلق، هتعمل ايه والدنيا هتعمل ايه، وهتاخد لو هتطلع مش عارف هتزود في ماده عامله ازاي. كان في قصص طويله جدا يعني، لكن بالتاكيد احنا دلوقتي فاكر ليله امتحان ماده كان دمها تقيل عليك، داخل لجنه وانت متلخبط، تفتكر حاجه معينه عن كده؟ كل الحاجات دي فاكرها كويس. انا لغايه دلوقتي بحلم بالامتحانات. انت بتحلميش بالامتحانات؟ بتحلم مع اولادي بحلم بكل ربع ساعه في الامتحانات. الحاجات دي بتحصل، بس ايام امتحاناتي انا لا خالص. انا عايزه اقول لك بقى ان امتحانات الثانويه العامه بالنسبه لي ما كانش فيها اي مشكله على الاطلاق. انا كنت شهاده معادله، كنت اي جي، ما كنتش ثانويه عامه. وكانت الامتحانات فتره عادية جدا بالنسبة لنا في البيت وبالنسبة لي في المذاكرة. يعني مثلا بسمع ان الناس بتذاكر زيادة، مش عارفة بتطبق بالايام، ما كانش في الكلام ده خالص. كنا بننزل تمارين عادي جدا انا واخويا، ونرجع من التمرين عادي جدا انا واخويا. كان عندنا عادة، ربنا يبارك في صحة والدي، انه دايما ليلة الامتحان ياخدنا ياكلنا بره، او يجيب لنا سندوتشات من بره يعني، او دليفري او حاجة كده يعني، علشان ايه ما نبقاش عندنا التوتر ده. فاحنا كان الامتحان بالنسبة لنا يوم من ذات الايام. بالعكس
ده موسم ان احنا بناكل بره كل الايام وكان تمام وزي الفل. ده حل وسط كده. كنتش ببقى متضايق خالص من الامتحانات. خلينا نقول ان عندنا فقره كمان خاصه عن القصه دي، هيبقى معانا احد الاساتذه النفسيين هيتكلم بالتحديد عن مظاهر اضطرابات القلق في الامتحانات، ازاي نعالجها عند الاطفال، ازاي نخلي الاسره مستعده، ازاي نخلي الطالب مستعد نفسيا وجسديا وعصبيا، ياكل ازاي، يشرب ازاي، ينام ازاي. اسئله كتيره جدا اكيد هتكون ايضا مرتبطه باجابات حضراتكم بسؤالنا اللي موجود على صفحتنا على السوشيال ميديا. كل صفحه كل اسئلتنا موجوده على فيسبوك وانستجرام، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها معاكم في حلقتنا النهارده. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.